الله الرحمن الرحيم، ارحب بجميع اعضاء الفريق. طبعا ضروري تسمعوا التسجيل اللي هو 14 دقيقة. خلينا نتكلم عن الفريق وبالأقدمية. طبعا اول واحد في الفريق شريف، المهندس شريف. ثاني واحد سوري اللي هو ابو يزن محمد. ثالث واحد بالترتيب حطه، ثالث واحد بالترتيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الان في مجموع او في فريق دوري مامس، وجالسين في فندق جراند بيرميدز هوتيل في الخيمة، و جلسة سيت داون كوميدي. عددنا 1 2 3 4 5، معايا مجموعة 5 وأنا. طبعا كنا بنتكلم مجموعة 5 وأنا. في تعديل. فريق S5، لأنه الشين مش الشين حرف الشين مو في الفتح. طيب كده كويس. طبعا أنا الحكم، يعني أنا تعرف أنتوا أكثر واحد يتعب في المباريات من هو الحكم، رايح جاي. يشوف الفريق اللي يغلط يحط الفاول على مين والمدري على مين، هذا اللي حيصير. طبعا الفريق هنا ممكن منتج الفريق قصة فريقهم، مثلا قصة الرقمين مثلا. طبعا هنا يعني حتصير هذا. طبعا نحن ما زلنا في ستاند اب كوميدي، يعني لو حطينا هذه الاشياء وفي جمهور، أهم شيء الجمهور يعني يستمتع وينبسط. فكل واحد الآن يدينا كده طرفة بس في نص دقيقة. عن نفسه احنا فريق طرفة في نص دقيقة. طرفة، ما احنا فريق المجاورين يا عم. طرفة. دي كانت من فريق رقم فريق ثمانية مكرر. ثمانية مكرر. ليش ثمانية مكرر؟ دبليو 8 يا باشا. دبليو 8؟ ايوه. رقم 8 الاستاذ وحيد ودنيا، وورانا الاستاذ كابو. طرفة يا باشا، انت فريق رقم كامون. رقم 5 طرفة يا باشا، انت فريقك رقم كامون. رقم 5 اس ايه؟ 8
8 اس اي انا والاستاذ اس اي اس اي انا والاستاذ رانا رانيا رانيا بعد هذا لم يصل تخيل الطرفة مفيش طرفة ها؟ الطرفة أنا المطربة رانيا علي مع الأستاذ سليمان هذه أول شيء ما في نقاط فريق اس ار ايه وهقول حاجة كده اس ار سليمان رانيا ايوه اس ار ايه انتوا دبل اس ايوه ماركه عربيه فين لا 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 الطرفه فين نقطة طرفة نقطة ولا طرفة مش جاية معانا لسه الميكروفون معاك أنا اللي ببعتني يا ترى مين حيضم الورد أنا اللي ببعتني يا ترى مين حيضم الورد الصبر طيب يا عيوني عاللي راحوا فاتوني الصبر طيب يا عيوني عاللي راحوا فاتوني هيجي يوم يفتكروني ده انا اللي ببعتني يا ترى مين حيضم الورد انا اللي ببعتني يا ترى مين حيضم الورد يا قاعدين على القهاوي تشربوا شاي ولا كاكاوي يا قاعدين على القهاوي تشربوا شاي ولا كاكاوي يا ترى مين حيضم الورد انا ناوي انا اللي ببعت اللي ببعت يا ترى مين حي يا ترى مين حيضم انا اللي ببعت يا ترى مين يا ترى مين حيضم تعالى جنبي وفرحني اللي كلامك يريحني تعالى جنبي وفرحني والطرفة اللي حابب اقولها ان واحد راح يقعد على قهوة قاعد على شاي عشان بحبك تجرحني معلش هي بايخة بس يعني انا اللي ببعتني يا ترى مين حيضم الورد الفريق بتاعي 5S مع استاذ شريف الطرفة بتاعتنا النهاردة ان احنا فريق ملوش علاقة ببعض او القعدة كلها ملهاش علاقة ببعض ماسكة الفن وماسكة العلاقات وماسكة الثقافة وماسكة الفكر ضمة كل حاجة في الموضوع ماسكة غنى ماسكة تمثيل فدي الطرفة الوحيدة اللي في اللمة ان في الاخر اتجمعت على حاجة ناجحة والنجاح ده والطرفة اللي حابب اقولها ان واحد راح يقعد على قهوة قاعد على شاي معلش هي بايخة بس يعني ان في اهم حاجة ان في كل حاجة وفيها فن من الاول للاخر حياتنا كلها حياتنا كلها يعني اساسها الفن حتى في الهندسة حتى في الكتابة ان احنا فريق ملوش علاقة ببعض والقعدة كلها ملهاش علاقة ببعض ماسكة الفن وماسكة العلم وماسكة الثقافة وماسكة الفكر ضمة كل حاجة في الموضوع ماسكة غنى ماسكة تمثيل فدي الطرفة الوحيدة اللي في اللمة ان في الاخر اتجمعت على حاجة ناجحة ونجاح ده دكتور عادل طبعا هي دي النقطة نصرة فنوني ان في اهم حاجة ان في كل حاجة وفيها فن يعني فنوني من الاول للاخر حياتنا كل فنوني انا يعني كل واحد فن فنوني ففريق نصرة فنوني طبعا بالانجليزي نصرة ايش هي سبورت وفن ارت سبورتر اس ارت سبورتر وفنوني ماي ارت يصير اس ارت اس ام اسمع
ام اي ارت سبورتر ماي ارت اسمع. هذا ايضا عنوان يعطيك العافية يا باش مهندس عادل والأساتذة الكبار. مساء الخير على الجميع. انت قسمت الفرق كلها واستثمرت